هنبدأ بقى نطلعها ونشوفها. ايه ما شاء الله، مية مية. هطلعها بقى عشان مش هيعرف يصور وانا بطلعها، ونرجع تاني. اهي بسم الله، هقطعها معاكم ونشوفها. السلام عليكم. النهارده ان شاء الله كده عملت لكم فيديو جديد، عملت لكم بيتزا في الفرن اللي هو التنوره اللي انا عاملاها، عملتها على الجمر، اكبر بيتزا، بيتزا كبيره اهي. عايزاكم تسمعوا معايا الفيديو وتقولوا لي رايكم في البيتزا دي. انا هقطعها معاكم اهي. هطلعها معاكم، بس انا لسه مطلعاها من الفرن سخنه، مش عارفه بصراحه اطلعها. نشوفها مع بعضنا حلوه ولا وحشه. طريه اهي بس سخنه، انا مش عارفه اوريها لكم. لو عجبكم الفيديو عايزين تشوفوني انا عملتها كيف، اسمعوا معايا الفيديو. والجبنه بتاعتها بتمط اهي، اسمعوا معايا الفيديو حتى لو 3 دقائق، اسمعوا معايا الفيديو ان شاء الله هيعجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك، واللي مش مشترك عندي يشترك. كل يا احمد ما تنسوش اللايك. لو عجبكم الفيديو زي ما قلت لكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه اهي. ازاي اوريها لكم برده من تحت. يا سخنه انا مش عارفه اشيلها اهي، يعني طيبه برده من تحت اهي، وطريه وحلوه اهي، مندوق طعمها كده. بصراحه مش عارفه امسكها. حاضر. واحمد عايز يدوقها. استنى يا احمد، انا بحب ارجع. صراحة طعمها حلو، لو عملتوها وجربتها بطريقتي هتعجبك. خليكم بس معايا في الفيديو كده واسمعوا معايا الفيديو، وان شاء الله هيعجب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم البيتزا، هنعملها في الفرن اللي احنا عاملينه زي ما انتوا طلبتوا. في ناس طلبت مني ان انا اعمل لكم في الفرن دي بيتزا وفطير وحاجات يعني، فانا اول فيديو ليا ان شاء الله كده بعد فيديو كحك في الفرن، فهنعمل ان شاء الله مع بعضنا البيتزا. فهنقول بسم الله كده على طول. الاول هنعمل الصلصه، الصلصه اللي هي بتاع البيتزا. معايا هنا البصل اهو، انا ما بقطعهاش. الطماطم اهي، عشان عقبال ما نجهز العجينه وكده هيكون الصلصات تتجهز وبابا حلو. ومعايا هنا برضو جرن فلفل. حطينا البصل، حط بس كده، ونحط برضو جرن فلفل. هنبدا بقى، انا معايا هنا الحاجات اهي، اديها بس غلوتين بس على الكمين كده. هنولع النار ونرجع تاني. برضه هحط هنا الميه اللي انا هعجن بيها، برضه هسيبها هنا على النار. النار دلوقتي هتولع وهتذبح. كده بقى هعجن العجين عقبال ما الصلصه تجهز. هنقول بسم الله كده. معايا حوالي معلقتين ملح، دي معلقه صغيره. وسكر، السكر بس هو اللي هيبقى كتير، معلقتين كبار. ومعلقه زعتر كده، ومعلقتين زعتر، الزعتر حلو بيديها طعم. وديتي 4 معالق لبن بودر. هحطهم مرة واحدة كده. وده 3 كياس خميرة بمقدار 45 جرام.
دي الخميره الفوريه، هحط الخميره وارجع لكم. كده هقلبهم دول مع بعضهم كده، الحاجات الناشفه يعني هقلبها مع بعضيها. الدقيق كيلو ونص عشان نسيت اقوله. نحط بقى الزيت الكيلو ونص، هحط لهم كوبايه ونص زيت. كوباية وادي نص، ومعايا هنا دول بيضتين. الأول بيضة بس، هقلبهم كده مع بعض. الميه بس انا مش عايزاها سخنه، هي دافيه بس كده. بقى هتعجبني طبعا، لازم اعجنهم بدري. كده انا بقى فضلت اعجن فيها لما بقت معايا كده، هي لازم تكون بتلزق، بس هي ما شاء الله حلوه اهي. احاول بقى احط لها، احط زيت فوق على ال في الحله عشانها تبقى حلوه، واسيبها كده قد نص ساعه. بس كده عملتها بالزيت اهي، بس هسيبها بقى كده نص ساعة عقبال ما اخلص الحاجات التانية. نبدأ بقى نجهز الفراخ. اقطع برضو الفراخ، مش مشكلة اي حاجة، هي كده كده النار بتاع الكانون هتعملها حلوة معاي، هتطيبها بسرعة. اقطعها شرايح كده، كده بعد ما انا قطعتهم كده هقطع كلهم الباقيين اللي معايا كلهم كده بالطريقة دي، وارجع تاني عشان بس نبدأ بقى معصج الفراخ. بس بس
بس برضو الحلو وهي البصلة محطوطة عنها. كده بقى معايا التوم، حطيت له شطه وكمون وفلفل اسود وكزبره وادقهم وانعمهم. كده انا حميت في الفرن اهو، ارفع اوري الفرن كده. انا هسيبه بقى الفرن يحمى مع نفسه، مفتوح من تحت بس وحايشه الغطا بتاع الطاجه بس لحد الفرن ما يحمى.
فلفل احمر، معلقتين كبار فلفل احمر، وبصل وتوم باودر، وطبعا انا بعمل كميات كبيره عشان انا هعمل بيتزا كبيره. معايا هنا شويه زيت بس، افرمهم مع بعضهم وارجع. ما شاء الله العجينه اهي اللي فيها، طبعا زعتر. مش محتاجه حاجه، بتتفرد لوحدها ما شاء الله. هنا الصاج اهو اللي هعمل فيه، حب الدقيق بس كده. بعدين بقى العجينه افرطها بقى كده في الصاج وارجع لكم كده. بقى بعد ما فردتها في الصاج اهي، امسكها كده بس هشكشك، اعملها كده عشان يعني الخميره اللي فيها ما تخليهاش تدب وتشرب الصلصه اللي انا هحطها. ودي الصلصه اللي انا عملتها اهي، لو عايزين تصفوها عادي صفوها، بس انا بالنسبه لي هي حلوه كده، والنار بتاع الكانون مخلياها مية مية، مخلياها طابت كده وحلوه ما فيهاش اي حاجه. بس هنفرط الصلصه دي ونرجع. بس هنا معايا دي جبنه موتزاريلا على جبنه روما على جبنه شيدر، يعني ميكس جبنه خليط، يعني الجبنه اللي عندك نحط ملح. نبدا كده الرص كده، معايا هنا بصل ودي هنا بالفلفل الالوان. ودي زيتون معايا معايا هنا اللحمه، اوزعها برضو احط بس رشه جبنه بسيطه كده واحطها في الفرن تاخد لون بس كده بسيط من تحت، وارجع احط بقيه الجبنه تاني. ثواني بقى.
هنبدا بقى نطلعها ونشوفها. ما شاء الله 100 100. هطلعها بقى عشان مش هيعرف يصور وانا بطلعها ونرجع تاني. اهي بسم الله هقطعها معاكم ونشوفها. هقطعها معاكم. انا قطعت اهي وقطعها بقطع تاني معاكم. صراحة مش عارفة سخنة مش عارفة اطلعها. ما شاء الله اهي ومن تحت طيبة وحلوة اهي. يا رب ان شاء الله كده الفيديو يعجبكم كده، واللي مش مشترك عندي في القناة يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.